السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال خدمة الواتساب، أيضا من الرقم المخصص الظاهر أمام حضراتكم لإرسال ما لديكم من تعليقات تساؤلات بشأن مواضيعنا التي نطرحها من خلال تطبيق الواتساب. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. نبدأ من ملف التظاهرات المطلبية، إذ نظم المحاضرون المجانيون تظاهرة حاشدة أمام بوابة وزارة التربية في بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية وسط انتشار أمني كثيف. قالت مصادر صحفية إن الآلاف من المتظاهرين شاركوا في التظاهرة بالرغم من الأجواء الشتوية الباردة وطالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم. أضافت المصادر أن المتظاهرين أعلنوا مقاطعتهم للدوام الرسمي للمدارس لحين الاستجابة لمطالبهم وإدراج أسمائهم ضمن القوائم المرفوعة من قبل المحافظ إلى التربية ومجلس الوزراء. لنشاهد جانبا من تلك التظاهرات. مشاهدينا الكرام، نستمر مع ملف التظاهرات وهذه المقاطع التي نعرضها وننتقل إلى مقطع آخر، إذ دخل إضراب عمال البلديات في محافظة ذقار أسبوعه الثاني للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم أو تحويلهم إلى عقود وزارية. كان عمال البلديات في ذقار قد أعلنوا الإضراب والاعتصام أمام دوائرهم للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية وتثبيت عمال العقود السابقين على الملاك الدائم وتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما تسبب استمرار الإضراب وعدم الاستجابة الحكومية بتكدس النفايات في شوارع المحافظة. ونظم الآلاف من عمال البلديات من الأجراء اليوميين في المحافظة تظاهرة حاشدة للمطالبة بحقوقهم. دعونا نشاهد. دوائر محافظة ذقار خرجنا اليوم بتظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة من أجل المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، ونطالب أيضا دولة رئيس الوزراء بحسم الموضوع بالجلسة القادمة، جلسة يوم الثلاثاء حقيقة. ونحن إذا لم تكن هناك خطوات واضحة وجدية من أجل حسم هذا الموضوع ستكون خطوات تصعيدية أخرى. خرجنا هذا اليوم تظاهرة سلمية مطالبة بالمطالبة بحقوق عقود قرار 315 اللي تشمل كل دوائر الدولة وخصوصا دائرة الصحة ذقار. نطالب من دولة رئيس الوزراء ودولة معالي وزير الصحة لتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بباقي أقرانهم الذين سبقوهم على قرار 315. طبعا مساندة أخواننا الأجراء، أجراء البلدية، الماي، المجاري، المستشفيات، الصحة بصورة عامة، كل أخوتنا الأجراء قاعد مساندينهم، ونتمنى هاي المطالب توصل لمحمد هادي وتوصل لمحمد الشياع السوداني على مود ينفذ هذا المطلب لهم بأسرع وقت. هي عند هذين المقطعين، بل ننتقل إلى مقطع آخر. بين الحين والآخر يتكرر مشهد إضراب شريحة مختلفة من الموظفين عن العمل والخروج بتظاهرات للمطالبة بتطبيق قرار الحكومة 315. طبعا يتضمن قرار 315 آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019. منح مجلس الوزراء حينها بموجب قراره رقم 315 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود أسوة بموظفي الملاك الدائم، إذ تقرر شمولهم بتخصيصات قطع الأراضي، القروض والكفالة والدورات التدريبية، هناك مكافآت أيضا وغيرها من هذه الامتيازات. هنا نظم موظفو العقود والأجر اليومي تظاهرة حاشدة أمام مبنى مجلس محافظة بابل للمطالبة بتثبيت العقود وتحويل الأجراء إلى عقود وتطبيق القرار 315. لنشاهد.
مشاهدينا الكرام، طبعا نستمر مع هذه المقاطع المعنية بملف التظاهرات. من محافظة بابل ننتقل بكم إلى محافظة القادسية، حيث انطلقت تظاهرة لأصحاب عقود قرار 315 في مدينة الديوانية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وشمولهم بالامتيازات التي أقرها هذا القرار. دعونا نشاهد. نعرض لكم الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أياد الياسر يقول: أبطال حكومات ظالمة لا تعطي حق إلا بانتزاعه منهم رغما عنهم. تعليق لدينا من وسام السعدي يقول: التثبيت حق وليس مطلب، إن شاء الله تأخذون حقوقكم عن قريب. تعليق من زهراء حسين تقول: الإضراب واجب على كل عقد لحين التثبيت. وضمن التعليقات ليلي تقول: لا تراجع حتى التثبيت. الآن نستقبل معنا السيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخي. حياك الله، تفضل أبو أحمد. حلقتكم حلقة اليوم من المحاضرين طبعا، يعني يمكن هذه يمكن المرة العاشرة يخرجون بها المحاضرين تظاهرات للمطالبة بحقوقهم وبدون جدوى، يعني بدون أي تحقيق لمطالبهم اللي جاي يطالبون بها، اللي هي مطلب حق مطلب صحيح، لكن ماكو من مستجيب لهم، لا حياة لمن تنادي. فيا أخي العزيز، هذه الأمور يوميا تتجدد ويوميا تتكرر، واعتقد وعود كلها كاذبة. تعرف أنت من السلم السوداني شنو اللي كانت الوعود، ومن ضمنها تثبيت المحاضرين، تثبيت العقود، يعني فتح وظائف كذا محافظة كذا درجة، كذا محافظة كذا درجة، فكلها طلعت هباء منثورا. ومع العلم هناك اتفاقات يعني أبرمت بين الأحزاب الحاكمة الفاسدة الموجودة الآن، اتفقوا على هواية يعني بنود، يعني كثير من بنود. وانت سمعت الحلبوسي من قال احنا اتفقنا على بنود كثيرة ولم تنفذ منها اي، يعني هذا كل اللي تفضلت به، اللي الوعود التي اطلقوها للناس، هل تعتقد بانهم كانوا جادين بقضية تحقيق هذه المطالب؟ أيضا هناك سؤال: هل الوضع الاقتصادي بالعراق يسمح بمزيد من التعيينات على الملاك الدائم؟ هل هناك قدرة اقتصادية لدى هذه الحكومة برفد القطاعات العامة بمزيد من الموظفين؟ احنا أصلا بالعراق لدينا ترهل بأعداد الموظفين الحكوميين، هناك زيادة نسبة للتعداد السكاني، العراق من الدول المتقدمة اللي عندها فائض بعدد الموظفين الحكوميين غير طبعا الفضائيين. هاي الوعود هل هم قادرون أصلا على تحقيقها وتطبيقها، خاصة وانت عندك أعداد ضخمة جدا
من العاطلين عن العمل اللي يسعون للحصول على وظيفة. يا أخي العزيز، بالنسبة للوعود اللي جاي يقولونها ما ينفذونها، حتى إنه نخاف إنه تكون زيادة بالعدد الوظيفي أو كذا عدد، لأنه يكون فائض أو ما فائض. أنت تعرف حاليا اللي موجود، الوظائف اللي موجودة حاليا أكثر الناس، أكثر الوظائف الموجودة هي فضائية، شلون الجيش وشلون الشرطة. عندك الرعاية الاجتماعية، أبسط مثال الرعاية الاجتماعية، يعني بالأنبار، عندنا بالأنبار احنا أكثر من 3000 أو أقول لك 4000 اسم كله وهمي. يعني أنا شفت أكو أسماء من ضمن الأسماء اللي هاي مال موضوع النازحين، ما نازحين اللي لأنه التعويضات ينطوهم 1.5 مليون. أكو أسماء طبعاً إحنا شوف تعرف أنت الأنبار، نعرف مناطقنا. طيب. فنذكر يعني نخابر نتصل نقولهم أكو هيك اسم عندكم هاي المناطق، أكو يقول ماكو هيك أسماء، يعني أسماء ماكو. نسأل طيب. يا أحد استلم من هاي المناطق؟ أحد ماكو. نعم. شكرا. نعم وصلت الفكرة. شكرا سيد أبو أحمد من مدينة الرمادي. دعونا مشاهدينا الكرام نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. بالرغم من مرور يومين على موجة الأمطار التي اجتاحت أغلب المحافظات العراقية أول أمس السبت، إلا أن آثارها ما زالت واضحة على عدد من جوانب الحياة ومن بينها الكهرباء، إذ تضررت أعمدة الكهرباء وشبكات نقل الطاقة بتأثر البلاد بالموجة المطرية الأخيرة بسبب اعتمادها أو اعتماد تشييدها على الطرق القديمة دون اللجوء للتصاميم الحديثة ودفنها تحت الأرض، حيث أظهر مقطع مصور من الديالة سقوط عشرات الأعمدة الكهربائية على الطريق السياحي في بعقوبة الذي تسبب سقوطها بانقطاع التيار الكهربائي. لنشاهد. طبعا مشاهدينا الكرام نستمر مع ملف البنية التحتية وتأثيرات الأمطار على المحافظات العراقية وطبعا على القطاعات الحكومية أو المنشآت وغيرها. من محافظة ديالى ننتقل إلى محافظة النجف، إذ تضررت مناطق من المحافظة بالموجة المطرية الأخيرة التي تسببت بقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة. دعونا نستمع الآن إلى شهادة أحد المواطنين من هناك يتحدث عن معاناة الأهالي. الأخ العزيز مدير الكهرباء، يعني زحم نفسه، كلف نفسك، تفضل على المجتمع بالنجف انه اطلع فد تصريح فد بيان فد منشور شنو سبب الانقطاع في محافظة النجف 8 ساعات واكثر من 8 ساعات. تدرون انتو الجو بارد، العوائل معتمدة على المدفأة الكهربائية، معتمدة على السخانات. ادري الناس وين تطوجها، افتهمنا هذا هم صيف ومحولات ما تتحمل، غير نعرف وين الخلل. عندك محطة من المحطات عاطلة بيها مشكلة، حتى الناس تعرف يعني انت من تجرها 7 ساعات و8 ساعات جرة وحدة، ما تفكرون بهاي العوائل. بلد بس بي مناشدات، بس بي آهات، بس بي مأساة. يعني ما اعرف، تمطر الدنيا غرقنا، مشروع مال تبليط يتعطل لسنة وسنتين، كهرباء ماكو. من مظاهر الفشل الكبيرة تلك الصور التي يجري تداولها عند كل موجة مطرية، لا سيما الصور التي تبين غرق المستشفيات، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لغرق مستشفى الشفاء 14 في مدينة كركوك مركز محافظة التأمين. لنشاهد. دعونا نتابع سريعا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. خالد الخالد يقول: البلد كله غرقان بالعصابات والمافيات والميليشيات والخونة والعملاء والذيول واللصوص.
تعليق من عزيز حسين يقول: يجب معاقبة وتغيير مدير المستشفى ومساءلة مدير الصحة وإحالة المقصر للتحقيق. أبو عادل يقول: من المقصر؟ سببها عدم تنظيف منهولات مجاري المياه بسبب تراكم الأوساخ، لا يوجد إدامة، أين المدير والمعاون الإداري؟ تعليق من مهدي يقول: مدير الصحة شنو شغله بالمحافظة؟ ما يطلع يتفقد المستشفيات دوائر الصحة يشوف النقص. صحيح الكل مقصر، بس المسؤول الأول هو مدير الصحة وزير الصحة، وين عن دوائرهم أو وينهم عن دوائرهم؟ معنا السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ، حياك الله أبو أيسر، أهلا وسهلا أستاذ. إحنا نعرف من 2003 ولحد الآن، نعم، العراق استمرت شلة من شلة الحرامية يعني، فما خذوا شيء على العراق يعني، بقت على بقايا أنه الشوارع غرقانة أو المجاري مسدودة أو كهرباء ماكو. هم شلة حرامية، إيش تتحرى من عندهم يعني؟ ما أعرف. هو الحديث سيد أبو أيسر لما يطلع لك واحد يقول لك إحنا الآن في طور معالجة البنية التحتية في العراق، الأمطار ما راح تأثر علينا بالمستقبل، ما راح نواجه مشكلة الفيضانات وغرق الدوائر الحكومية والمستشفيات وغيرها، هذه الوعود من نسمعها على شاشات التلفاز ونجي نشوف الواقع مختلف تماما ومتناقض مع تصريحاتهم. إذا هم مو قدها، ليش بعدهم لازمين هذه المناصب ومتشلبين بها؟ أستاذ لا لا، هم مو قلت لك شلة حرامية، ما يعرفون هاي المليارات. هم إيش قد صرحوا وقالوا إحنا الكهرباء راح نصدر وراح كذا وكذا، هذا يضحكون على بقون الشعب العراقي، والشعب العراقي مع الأسف يعني ساكت على هاي الوضعية. يعني هسه الدولار صار 155، ويضحكون على المتقاعدين ويضحكون على كل الشعب العراقي، راح نزودكم راح كذا راح نسوي كذا. هم دا يسحبون بالمليارات موازنة ما يقدرون يقروها لحد الآن. يعني انت ايش تتحرى من هيك مسؤولين بلد؟ هذولا مو مسؤولين، هذولا شلة حرامية يا أستاذ. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو أيسر من تركيا. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن إطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض في عدد من المحافظات، وعادت مشاهد سوء التنظيم في توزيع الحصص على المواطنين وعدم كفاية الحصص المرصودة للواجهة مجددا، عادت هذه اللقطات مع انخفاض درجات الحرارة وحاجة المواطن العراقي الملحة على تأمين مادة النفط الأبيض المستخدمة في التدفئة. في محافظة نينوى أكد أحد المواطنين أن النفط الموجود في محطة وقود ربيعة في ناحية ربيعة يغطي 100 بطاقة فقط، في حين أن هذه المحطة تزود العديد من القرى ويفترض تزويدها بكميات أكبر في ظل انخفاض درجات الحرارة. لنستمع. أخوانا اليوم موضوعنا بخصوص النفط الأبيض. طبعا تفاجأت، اتصلت على مدير المحطة مال ربيعة أنه أسأله أنه هيمت يتم توزيع 100 لتر للمواطنين. قال لي إن شاء الله باشر نستأنف العمل، يعني باشر نباشر. طيب إيش قد عندك؟ قال عندي بس مال 100 بطاقة. زين الباقين 88 قرية العفو تابعة ناحية ربيعة، وين تروح؟ وين تروح؟ آلاف البطائق بس عندكم 100 لتر. فالمنتجات النفطية مجبورة أن توفر المحطة ربيعة النفط الأبيض فورا. درجة الحرارة اليومين الجايات راح تصير 4 تحت الصفر، يعني جماد. العالم وين تروح؟ كهرباء ماكو. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، وننتقل أيضا من محافظة نينوى إلى محافظة ديالى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حي القاطون للفوضى التي ترافق عمليات توزيع النفط الأبيض بسبب قلة الكميات. وتساءل مواطنون عن السبب الذي يقف خلف عدم تجهيز محطات الوقود الحكومية والأهلية بمادة النفط الأبيض صيفا وشتاء، مثل ما كان معمول به في كل المحطات قبل الاحتلال. وأيضا تساءلوا عن السبب الذي يدفع وزارة النفط لتوزيع هذه المادة عند انخفاض درجات الحرارة فقط. دعونا نشاهد الآن حال المواطن العراقي الذي يصدر بلده أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وهو ينتظر دوره
لاستلام المشتقات النفطية. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه اللقطات لا تقف عند هذا الحد، هناك لقطات أخرى مشابهة من محافظة ديالى. ننتقل بكم إلى مدينة كركوك، مركز محافظة التأميم، التي تعد من المحافظات الغنية بالنفط، حيث يضطر المواطن للوقوف بطابور طويل لساعات طويلة في ظل معاناة تفاقمها الأجواء الباردة وزخات المطر لموسم شتاء قاس. دعونا نستمع سويا إلى حديث المواطنين عن معاناتهم ومطالباتهم في المقطع الآتي. والله بس على البطاقة بس هب تأخير وهم ازدحام، يعني هو حصة وموجودة. برأيك الحل شنو؟ باسل والله توسع بالصيف. هي لا والله الحل شنو؟ أكون قبل شهر موزعين عن طريق المحطة، عن طريق التنكر يجي. هذا الناس تعب، يعني مرات تقف من الصبح، تقف من السبعة للثنتين ويقول لك خلاص، يقول لك ماكو. احنا جينا على نفس هالمعاناة، اكون طريقة يعني تريح المواطن، لان الناس هم هذا الموظف، هذا الكاسب، هذا ما عنده احد. هذه الطريقة يعني مرتبة نظامية تطلع العلة، يعني من الستة ونص واقفين سرة، شنو ذنب هاي الشياب الكبار والنسوان واقفة؟ يعني العالم يعني عندها شغل، عايفة شغلها وجاية تحصل هاي النفط. يعني هالنفط يعني من الصبح ما ينطول، يعني ليش أو قبل أسبوع ما انطوا؟ ليش الله هسه انطوا من قامت تنطر؟ شنو ذنب هاي العالم واقفة سرة؟ هاي مدينة الذهب الأسود. والله شو تسوي؟ ناس يعني قاعد يمشون سرة من نظامي، بس خطايا الناس شنو ذنبها واقفة؟ نسوان، زلم، اللي عنده شغل، اللي عنده باحث، هذا هدوم عماله جاي قاضي بسرة، شنو ذنبه؟ هذا زلمة شنو ذنبه كبير واقف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس أقول عليك حكومة، حسبي الله ونعم الوكيل. فوض يعني فيش مطر وبرد، وهذا حالنا ويا النفايات قاضبين سرة. والله بلش يعني للسادة المسؤولين يشوفون حالنا ويشوفون بلش يعني يسوون صورة حل. يعني نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. سلمان السيد يقول: سوء الإدارة بشكل عام هو السبب، كان بالإمكان توزيع حصة النفط قبل شهرين لتفادي التزاحم والفوضى أثناء التوزيع، نتمنى إيجاد حلول للمواطنين الكرام. تعليق من جابر ماجد يقول: أصلا لجنة توزيع في المنتجات فاشلة، لأن طول هذه السنين لم يجدوا حلا لهذا الموضوع. تعليق من أحمد يقول: إنه بلد منهوب، منكوب، مهجوم، تحكمه العصابات ويسوده التخلف وتسيطر عليه الجريمة. لدينا تعليق من راني يقول: إذا الحكومة المحلية تنهب بصفحة والحكومة المركزية بصفحة، سياسيين حرامية ونشالة. السيد أبو أحمد من بريطانيا تفضل، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله استاذ محمد يعني واحد شيء مين يحكي يعني ذول يعني ما يعرفون للصبر حدود وللخوف حدود. يعني ذول راح ينهون البلد وينهون انفسهم اولا. ثانيا بالنسبه للمحاضرين، هنا هسه اكو برامج، يعني انت جبت محاضر غير انت محتاجه، غير هو يؤدي فد عمل يسد فراغ. يا اخي سنانا احنا بريطانيا يشغلوك يسموها فولنتير متطوع، ليش؟ حتى تتعلم نظام العمل وراها يعينوك. يعني هسه انت صار لك سنه سنتين ثلاثه حاطه محاضر، شنو غير هو يدي لك عمل عينه؟ يا اخي عينظم الخطه، عينظم البرنامج، عينظم يعني ما معقول تبقي هيك. هاي وحده. اثنين بالنسبه باي مطره تتفاير، يا اخي تدري هنا انا مدينه تمطر بيها بدون مبالغه 200 يوم بالسنه، ولا مره شفت شارع غرقان او اشوف. ليش؟ لان نظام المجاري عندهم نظام مدروس بعنايه. يعني ابسط مهندس مدني هسه موجود بالعراق ممكن يسوي لك نظام مجاري، نظام راقي جدا. ولكن جاء
تجيب الناس اللي تشتغل باخلاص وغيره. نعم. أبو أحمد ناقصهم، هم ناقصهم اللي يديرون الوضع بالعراق، ناقصهم فلوس لو ناقصهم خبرات، ايش ناقصهم حتى يحققون هذه الإنجازات؟ ناقصهم غيره؟ لا ناقصهم غيره، ولا موجودة خبرات بالعراق، موجودة خبرات بس ما يستغلوها، يفكرون فقط كيفية نهب هذا البلد، وإلا شوفوا مثل مستادية من حاجة ممكن أن يستفادون من عندها، تلقى البرلمان كلهم حاضرين به من حاجة تفيد الشعب، ربع البرلمانيين حاضرين، هاي معروفة. أما بالنسبة للنفط كان قبل نظام موجود، كل عائلة طوها برميل خلال كل شهرين، خاصة بأبد شنو صعبة هي هذه يا أخي، العوائل كلها تعرفوها وحدة، بس مشكلة الغيرة ما موجودة، وأنا أعتذر جدا للإطالة. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر ضمن فقراتنا. بالرغم من وجود هيئة كاملة في العراق تعرف باسم جهاز التقييس والسيطرة النوعية للإشراف على فحص البضائع الداخلة إلى البلد، إلا أن مسؤولين عراقيين يؤكدون أن أكثر من 55% من البضائع المستوردة غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة، بينما تدخل بسبب التهريب الفساد المستشري عبر المنافذ الحدودية. طبعا تعاني الأسواق العراقية التي غزتها المنتجات من مختلف المناشئ من سوء التخزين بسبب غياب الرقابة والمتابعة الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تلف العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما تلك التي تستورد لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، إذ اشتكى مواطن من تلف معجون الطماطم الذي استلمه بالمقارنة مع نفس المنتج لكن الذي يباع ضمن الأسواق التجارية. لنشاهد. هذا المعجون مال الحصة، وهذا المعجون مال الأسواق، هذا بيريحه وشوف لونه، وشوف هذا من الأسواق. هذا مال الحصة، وهذا مال الأسواق. نفس الشركة التونسة. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. في محافظة البصرة أكد مواطن وجود كميات من الطحين غير صالحة للاستهلاك البشري يجري تداولها في الأسواق، وأكد هذا المواطن أنه عثر على الديدان في أحد الأكياس التي اشتراها، داعيا الجهات الرقابية لأخذ دورها ومنع تداول هذه المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للشروط والمواصفات. لنستمع. خلي يشوف الحكومة العراقية، وخلي يشوف رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، ووزير الزراعة ووزير المالية والبرلمان العراقي ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وكل السياسيين الموجودين بالعراق، خلي يشوفون بعينهم شنو هذا. هذا طحين جاي ياكله أبناء الشعب العراقي. شوف كمية الحشرات الموجودة بالطحين هذا، شوفوا شنو بعينكم، هاش تشوفون شو تشوفون بعينكم، وهذا القمر الأسود، يعني أشكال الحشرات موجودة بهذا الطحين. نتابع بعض التعليقات الآن مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. خالد الشريفي يقول: والله حرامات، هناك وزارة بالعراق اسمها وزارة التجارة، وكأنه عملها يقتصر فقط على توفير البطاقة التموينية، ويا ريت تحقق نجاح بهذا الشيء، فاشلة فشل ذريع. لدينا تعليق من أبو سجاد يقول: ليش هي بس الطحين المعفن والتمن ما يصير حتى علف؟ هذا كله يعبر عن عدم احترام للمواطن. حيدر يقول: يشترون منتهي صلاحيته من الدول بأرخص الأسعار ويباع على المواطن، المفروض وزير التجارة يأكل من هذا الشيء، لأن بسببه دخل للعراق بدون متابعة ورقابة. ولدينا تعليق من نعيم يقول: من أردأ النوعيات ومحسوبات بالمالية درجة أولى حتى يطلع الفرق بالمليارات في جيوب مسؤولي وزارة التجارة. معنا الآن مشاهدينا الكرام السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أخوي العزيز؟ أهلا أبو عبد الله. أستاذ العزيز، أنت من الدول سيطرة نوعية، هي نعم. أكو سيطرة، هو البرلمان أصلاً البرلمان خارج السيطرة النوعية. جابوا لنا شكوا ناس حرامية، جابهم برايمر هذا القذر،
والاحتلال الامريكي جابهم وخلى ناس دايحه ماكو تحكم بالعراق وتبهدل بالشعب العراقي. يعني محمد الشياع السوداني من يقول الله لا يوفقني، الله لا يوفقك 100 نوبه 100 نوبه 1000 نوبه مو 100 نوبه 100. الله لا يوفقك انت والسيئين اللي وياك مو السياسيين اللي وياك. مع احتراماتي لك هم هذول سياسيين، هذول ناس سيئين، ناس جوي دمار البلد، دمار العراق، عراق عراق تاريخ، تاريخ حضاري يعني ايش اقول لك، تاريخ ما ينوصف. جوي بيوم وليله ماكو دمرون هذا البلد. يعني انت والله ناس من صاير طابور. شلون ابو عبد الله يعوفون الغذاء والدواء عنصرين اساسيين لحياه الانسان تترك بلا سيطره، الدواء اقل من 20% هو نسبه اللي بيه صلاحيه بحسب تصريحات حكوميه، وايضا بنشوف اللقطات اللي تظهر مدى رداءة المنتجات الغذائيه اللي تدخل الاسواق في العراق بعيده عن الرقابه والسيطره النوعيه. هذين المنتجين الخطيرين على حياه الانسان شلون يعوفوهن، وغيرها طبعا من المنتجات المهمه اللي على تماس مباشر مع حياه الانسان دون رقابه او سيطره. استاذ لان هم اللي حيطببوها، ومن اللي حيطببها؟ ما هو انت التاجر اللي حيطببها، ما هو انت المستورد اللي حيطببها، هم نفسهم هم المستوردين وهم التجار وهم اللي يجيبون البضاعه هاي كلها هم اللي يجيبوها. انت هسه من تجي رخيص هسه انت طبعا صيدليات، انت ارجع حل قبل 2003 ما اريد نسمي مسميات ويقول لك هات بعثي هات كذا هات كذا، ارجع حل قبل 2003 من تلقى الدواء والعلاج بالاخص علاج سامراء، علاج سامراء ماكو فوقه. يعني حتى بالاردن وغير الاردن يقول لك الفراستول العراقي ما سامراء ماكو فوقه، يعني هسه علاج سامراء وين يروح؟ يعني ما عندنا احنا علاج بسامراء، عندنا علاج بسامراء يكفي العراق وزايد. بس هم هذول ناس دايحه وهذا الدواء الدواء انت من طب على الصيدليات عباك طاب على مول، والله كل ما يجي لك هاي الشركه الفلانيه ها نفس النوعيه هو كذب بكذب اصلا بمضره مو بفائده للانسان هذا. طيب نفس الحال استاذ العزيز. سيد ابو عبد الله انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، وصلت الفكره. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. دورنا نحن أن نبلور أفكار جديدة، أن نطور أفكار جديدة، فلذلك نسميه مونتي كامبور للفكر والحضارة. نحن أدركنا بأنه لا توجد طمأنة، لا يمكن طمأنة هؤلاء لأن السياسة هي ميزان قوة. تختلفون به مع السلطة، تختلفون في مسألتين كما تعبرون دائما، المسألة الأولى تتعلق بالملف الاقتصادي والثانية بالملف الحريات. محاولة إيجاد منظومة فكرية جديدة تسمح لهذه القوى، قوى الأمة الكثيرة والمتنوعة المتشعبة التي أصبحت لا تستطيع أن تسير لأن الكود تغير، لأن المنظومة تغيرت ولكن هي موجودة. لا يمكن بأي حال من الأحوال لا يمكن للفساد أن يتوقف إلا إذا كان هناك تدافع. الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من فقرات في حلقة صوتكم لهذا المساء، ونأتي الآن إلى فقرة إنفوغرافيك. لم تألف ملاعب كرة القدم في العراق وعلى مدى العقود الماضية أي مظاهر للعنف أو أعمال الشغب، وظلت تلك الملاعب وتلك اللعبة النظيفة والتي يتابعها آلاف العراقيين بشغف ومحبة ظلت بمنأى عن أعمال العنف والشغب قبل أن يجتاح العنف كل شيء في العراق بعد الاحتلال، حينما بدأ يصل إلى ملاعب كرة القدم كذلك وسط مخاوف من تأثير هذه الظاهرة على استحقاقات العراق الرياضية في ظل الاستعدادات لاستضافة بطولة خليج 25 واستمرار الحظر على الملاعب العراقية بعد رفعه جزئيا عن بعض الملاعب. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لدينا رسالة من السيد أبو مالك من أمريكا، يقول: أخي أستاذ محمد المحترم، طالما المنافقين والدجال وسراق أموال الشعب العراقي وذيول إيران في العملية السياسية، لن يكون هناك أي تغيير في العراق، وعكس ذلك سوف يذهبون بالعراق إلى ما هو أسوأ مما هو عليه. السيد أبو مالك من أمريكا، أشكرك للمشاركة معنا. الآن مشاهدينا الكرام السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، العجيب من هذه الحكومة أنها ما تركت متنفسا للشعب إلا وغسلته، ومنها الرياضة. لاحظتم أن إنجازات المنتخب لحد عام 2007 كانت يعني لا بأس بها، لوجود اتحاد أصله من قبل السقوط، قبل أن تسقط بغداد بأيدي هؤلاء. قدم شيئا، أما بعدها دخل الفساد، ودخلت حتى الطائفية بالرياضة بوجود هؤلاء الثلة الفاسدة. لا فائدة منهم في كل المجالات. عندما تريدون أن تنظموا بطولة كأس الخليج وغيرها، أين بناكم التحتية؟ أين التنظيم؟ أين النظافة؟ يعني من المخجل أن المدينة التي سوف تحتضن بطولة دولية هي مدينة البصرة، من المخجل أنها تعاني من تكدس النفايات. فيا سادة، يا حكام المنطقة الخضراء، دعوا فضائحنا مستورة أمام الناس. لا تجذبوا الناس ولا تجذبوا دول الخليج المترفة والمتطورة إلى البصرة لتفضحونا أمام العالم. فكنت أتمنى أن لا تنظم هذه البطولة في العراق، لأن وجود هذه الطغمة الفاسدة في هذا البلد تجعلنا على المحك وتخجلنا أمام العالم. حقيقة سيد أبو سمية، يعني بالنسبة لهذه القضية، هناك من العراقيين اللي هو عايش في المأساة، ومع هذا يدافع عن هذه البطولة ويقول لا، خلونا نفرح، خلينا نشوف تنظيم بطولة كروية على أرض العراق بعد هذا الحرمان وهذه المعاناة. السؤال هو: هل هي فرصة يستثمرها المفروض المواطن العراقي لنقل حقيقة الأمور الموجودة داخل العراق إلى الأشقاء العرب، أم هي فرصة تخدم، أم اللي يروج أو يدافع عن هذه البطولة هو يخدم محاولات هذه السلطة بتجميل صورتها أمام الرأي العام العربي؟ نعم سيدي، ربما هو الاحتمال الثاني من محاولة هذه الحكومة لتجميل صورتها أمام المجتمع العربي، وهذا لن ينجح ولن يفلح، لأن الإعلام منتشر في كل مكان، ولأن الأخبار تحدث هنا وبعد ثوان قليلة تنتقل إلى دولة أخرى. فضيفتكم يا حكام المنطقة الخضراء وصلت كل مكان. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى آخر فقرة لدينا، هي فقرة الهاشتاج. كشف انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار عن تسجيل فشل جديد لحكومة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران والتي يقودها محمد الشياع السوداني، بالرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها الإطار حول إجراء تعديلات على سعر صرف الدينار أمام الدولار والعمل على خطط اقتصادية جديدة واتهام حكومة الكاظمي بخفض سعر الدينار. طبعا هذا الموضوع فوجئ به مواطنون من القفزات المتتالية بسعر الصرف الذي وصل إلى نحو 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار في السوق السوداء، فيما كان الشارع العراقي يترقب عودة سعر الصرف إلى 120 ألف دينار مقابل 100 دولار وفقا لوعود حكومة الإطار التنسيقي. مدونون وناشطون أعادوا التذكير بتحذيرات السوداني من اندلاع ثورة جياع في حال عدم استعادة أسعار صرف الدولار قبل أن يتراجع عنها بعد تسنمه لمنصب رئاسة الوزراء، بالتزامن مع انهيار العملة وتراجعها الكبير أمام الدولار. هناك وسم جديد بعنوان ثورة الجياع قادمة تصدر ترند العراق. دعونا نتابع بعض التغريدات. مؤمل الساعد يقول: حكومة نشالة القرن، الدولار وصل إلى 160 ألف، مو كافي؟ ما شبعتوا من المليارات اللي خليتوها بجيوبكم؟ ما شبعتوا من العقارات والشركات والمولات والمراكز التجارية والمجمعات السكنية والسفرات بالدول الأوروبية؟ حكومة تجوع شعبها حتى ترضي شعوب غيرها، بس أريد أعرف ما عندكم ضمير أنتو؟ تغريدة لدينا من أحمد يقول:
دعوات عراقية للخروج في تظاهرات عارمة ببغداد على أثر الارتفاع الغير مبرر في الدولار والسقوط المدوي للدينار العراقي، ثورة يقودها الجياع والكسبة قادرة على بناء دولة عظيمة تلبي طموح المواطن. فيصل يقول: لطالما حكومة السودان ترسل مليارات الدولارات والنفط العراقي إلى إيران ستنهار العملة العراقية أكثر فأكثر. هل تعلم عزيزي العراقي أن أزمة الوقود التي حصلت بالأنبار سببها إرسال الوقود وكافة المشتقات النفطية إلى لبنان لحزب الله وستمدد إلى باقي محافظات العراق قريبا؟ علي القرطاس يقول: السوداني يستعرض ببيع الأراضي في البصرة ومساندة سراق الموانئ ويترك الشعب في أصعب ظروف العوز والجوع بسبب ارتفاع سعر الدولار. مشاهدينا الكرام، إذن تابعنا مع حضراتكم أزمة العملة، انهيار قيمة الدينار العراقي، الوعود الحكومية التي أطلقت قبل مجيء حكومة محمد الشياع السوداني، حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وعدوا العراقيين بإعادة سعر الصرف، تظاهرت الميليشيات ضد حكومة الكاظمي مهددة إياه بالسلاح بقطع أذنيه، وغيرها من هذه الوعود والتهديد التي جاءت من قبل الميليشيات التابعة للإطار التنسيقي في سبيل كسب التأييد الشعبي وعواطف الناس حتى يأتون لحكومة قادمة. جاءوا لحكومة قادمة بعيدا طبعا عن التأييد الشعبي وعواطف الناس، جاءوا إلى هذه الحكومة وتنصلوا من وعودهم مرة أخرى بعد سلسلة من التنصل التي حصلت طيلة 20 عاما من حكمهم. بهذا مشاهدينا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.